أنا الطالب مجدي عماد عابد من طلاب مدرسة جمال عبد الناصر. أنا بيت قريب من المدرسة. كان في هنا استهداف صواريخ F-16. الشظايا نزلت على البيت، المكان كله صار غبرة، ما بتقدر تشوف حدا. في البداية ما كنتش متوقع أن يكون المدرسة اللي انقصت. في العادة الواحد لما يحس بالخطر خاصة بالحرب الناس تطلع من بيوتها بتروح على المدارس، يعني متوقع انه هذه المدرسة من أأمن الأماكن في المنطقة على الأقل. لكن لما راحت الغبرة شوية وطلع الصبح جيت شفت المدرسة، يعني حق يعني صدق الموضوع بزعل. أول الأماكن اللي تضررت كانت المدرسة في بداية أيام الحرب، كانت صدمة. احنا فقدنا حياة، نهاية التعليم هو أساس كل شيء. فقدنا المبنى، فقدنا المعدات في المبنى، فقدنا الذكريات في المبنى، فقدنا الأمان، كثير أشياء فقدناها في المكان. كثير دمار في الصفوف، في الغرف التفاعلية، غرف الأنشطة، المرسم، حتى السطح المعشب اللي كانوا عاملينه كمكان متنفس للطلاب اتدمر المكان بشكل كبير جدا. المختبرات التعليمية اتدمرت، المدرسة دمار كبير كان. رغم كل شيء حنرجع وحنعمل مبادراتنا، حنرجع نتعلم، حنرجع نبني مدرسة تانية.